أحبائي يسعد لي صباحكم وجميع أوقاتكم. بونجور تو الموند، جود مورنين وأزول. أتمنى تتلقوا صوت اليوم في أحسن الأوقات وأسلمها. في انتظار حلول طاقة جديدة للعام الجديد. مثل ما وعدتكم رح نتحدث على سنة 2022، وسأذكركم بأنني لن أتدخل في الأحداث الفلكية. اللي يحب يسمع الأحداث الفلكية راح يشوفها يعني بكثرة هذه الأيام، ولكن أنا أحسن شخص نحبه، لما نقول نحبه يعني نحب ذهنها ونحب فكرها ونحب وعيها ونحب طاقتها، هي سحر علي في العرب. اليوم رح نعطيكم فقط مجرد رسائل، فقط بالأرقام، يعني مجرد رسائل رقمية ورسائل طاقية لا غير. يعني مش رح كما قلت لكم مش رح نحل السنة فلكيا، ولكن فيه كثير سألوني قالوا لي هل تؤمنين بالفلك؟ أنا في الحقيقة حتى نكون صريحة معكم، أنا نقول مع روحي، سامحوني احكمني الضحك، أنا نقول أنه الإنسان الواعي لا يفلح معه أي شيء، لا يأثر عليه فلك ولا يأثر عليها أي شيء، يعني إنسان واعي. وأنا الحقيقة أعد نفسي وقد أكون مخطئة، أعد نفسي من الناس الواعيين، فبالتالي أنا الفلك ما يعني لي ولا شيء، ولكن أنا نحس بطاقتي. يعني لما تكون طاقتي مليحة نحس، ولما تكون طاقتي شوية أقل نحس، ولما نكون داخلة في اضطرابات نفسية نحس، فنقدر نعمل كنترول ومراقبة على وعيي في أي وقت أريد. ولذلك عندي عادات يعني يوميا قم بها تجعلني في منأى عن الاضطرابات الفلكية. ولكن سألتني وحدة قالت لي وش رأيك فيها؟ أوكي نقول لكم وش رأيي فيها. الحقيقة اللي يحدث أنه الإنسان لما يجي صرتوا تعرفوا اليوم أنه الطاقات تؤثر على أجسامنا هي مستقبلات، سيدي غيسابتور إنرجيتيك، أجسامنا مستقبلات طاقية. فبالتالي أنت لما جي للدنيا أو أنت لما شرفت في الدنيا استقبلتك مجموعة من الطاقات، يعني كان عندك خريطة فلكية، قطعة من السماء. ما معنى ذلك؟ يعني كوكب الفلاني كان في النقطة الفلانية، والكوكب الفلاني كان في النقطة الفلانية، والقمر كان في النقطة الفلانية، والشمس كانت في النقطة الفلانية، وهذا كله عمل واحد الأمالغام أو عمل واحد الخليط، واحد العجينة هكذا اللي أعطاتك نوعا من الطاقة. هل هذا يعني أن هذه الطاقة تحدد شخصيتك 100%؟ أكيد لا، ولكن بصورة عامة هناك دي كاركتيرستيك، ما نعرفش كي يقولوها بالعربية، هذه هناك صفات عامة لما انت تقرأ الخريطة الفلكية تبعك تفهم لماذا تتصرف. وهكذا أحيانا مثلا لو تعرف انت برجك القمري ما هو، تقدر تفسر بعض تصرفاتك العاطفية. لو تعرف برجك الشمسي تقدر تفسر بعض سلوكاتك المهنية، إلخ 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 إلخ. ولكن هذا لا يعني أن شخصية الإنسان كلها مبنية على الأبراج ولا مبنية على الطوالع. سنة 2022 رقميا هي سنة أنثوية، هي سنة ذو طاقة قمرية، هي سنة مجموعها أحد أرقام السر الإلهي العظم اللي هو 6. الأرقام التي تحدث عنها نيكولا تسلا في إحدى نظرياته التي لم ترى النور هم الأرقام 3 و6 و9. فستة
هو من أحد هذه الأرقام. هي سنة عالمية وليست سنة شخصية. يعني إيش معنى أقول؟ أنا نقول حبيت نقول أنه فيه طاقة كونية عالية عالمية راح تطال الكل. فالسنوات الشخصية داخلين ضمن إطار هذه الطاقة. يعني إذا حبيتي ولا إذا حبيت حسب سنتك الشخصية أحسبها، ودير في بالك أن كل حساباتك ستدخل ضمن حسابات عامة للسنة برمتها للسنة 2022. تأثير الطاقة رح يبدأ من تاريخ ميلادك، لأنه في الكثير من الناس يغلطوا يحسبوا أنه طاقة العام الجديد رح تبدأ من الأول جانفي. أبدا أبدا لا، تأثير طاقة العام رح تبدأ من تاريخ ميلادك، يعني من تاريخ ميلادك سنة 2022 إلى غاية تاريخ ميلادك سنة 2023. قل لي قبل ذلك ماذا سأفعل؟ قبل ذلك ستحضر لما سيأتي، يعني وغتوجوغ دي بريباراسيون أو تحذيرات، آسف على الصوت، تحذيرات لبقية السنة، هكذا 6 أشهر الأولى و6 أشهر الثانية. إذا حسبنا بدورات الحياة، ففي 2017 بدأت دورة حياة اللي نحن الآن في 2022 نحن نكون في السنة السادسة منها. أوكي، على أساس ماذا؟ على أساس أني حسبت حسابا تراجعيا إلى الوراء، فهمتوني؟ فدورة الحياة اللي نحن عايشين بها الآن هي اللي بدأت سنة 2017 ورح تخلص إن شاء الله في سنة 2025. أوكي، 2025. السنة كعدد كسنة شخصية، لأنه مش السنة الشخصية ليك فقط أنت، هي سنة شخصية عامة. أنت لو تحسب السنة الشخصية فالرقم 6 هو رقم هذه السنة الشخصية، سنة 2022 هي تحمل الرقم 6، والرقم 6 هو ماذا في لغة الأرقام؟ هو رقم البدايات الجديدة والحصاد. يعني اللي يبدأ بداية جديدة راح يبدأ بداية موفقة، واللي يحصد نتائج شيء قد قام به فيما سبق راح يحصده، وكذلك سيكون الحصاد موفقا. وقد ترمز كذلك في معاني أخرى إلى الإزدواجية والتناغم والحب كذلك، يعني فيها رمز إلى تناغم العلاقات التي ستنشأ أو التي ستتحسن في 2022. هي السنة كذلك، إذا حسبنا كذلك حسابا تراجعيا، هي سنة الحصاد بالنسبة للناس اللي ابتدأت في السنة الخامسة بذر بذور معينة. يعني الناس اللي بدأت مشروع أو بدأت أشياء معينة في سنة 2021، لن يطول انتظارها. هذا اللي حبيت نقول، لن يطول انتظارها. لماذا؟ لأنه سنة 2022 هي سنة حصاد، سواء كان المشروع هذا أو العمل هذا اللي بديتي أو العلاقة هذه اللي بديتها منذ 3 سنوات أو منذ 4 أو منذ سنة، هي سنة الحصاد بسرعة عامة. فلذلك سنة 2022 بما أنها هي السنة الخامسة وهي سنة جي وسط دورة الحياة، وكانت في سنة 2021 كانت سنة القرار والاختيار، الناس اللي عملت خيارات وقرارات عملتها العام الماضي، ف 2022 ستجني نتائج قراراتها ببساطة. ستستمر في سنة 2022 ستستمر سيطرة النخبة المونديالية التي تريد القضاء للأسف على جزء من البشرية أو على جزء من البشر، لأن الموارد الطبيعية لا تكفي للعدد الموجود على الأرض اليوم. وهذه الكلام هذا نعرفه منذ سنوات،
ولكن ما لكن الآن صار واضح، الأمر صار واضح يعني. ف للأسف لن يكون هناك مخرج، يعني مخرج إنساني أو مخرج ذكي من هذا المأزق العالمي اللي نحن نعيشه. ف اللي يحب يعني يعيش هذا المأزق بأمان أو بسلام، ف يأخذ الأمور بسهولة ويأخذها كأنها خيار. يعني مثلا أنا اخترت أن أتلقح لأني مثلا عندي عمل، أو لأني أريد أن أسافر، أو لأنني وما زلت عند رأيي بأن اللقاح لا يفيد، وبأنه مجرد سياسة تخويف للشعوب ونوع من السيطرة. فلي ما يقدرش يتلقح، أو لي سوري لا اللي يقدر ما ياخذش هذا اللقاح الفومي ما ياخذوش. يعني مثلا سيدة منزل قاعدة في دارها، يعني ما عندها سفر، ما عندها عمل، ما عندها حتى ضرورة يعني، فما تاخذيش اللقاح. وما زني عند رأيي، ومع أني هوجمت كثيرا بسبب هذا الكلام من جمافو. ولازم تعرفوا أنه الشيء اللي نحن فيه اليوم ليس بسببنا نحن كبشر يعني بسرعة عامة، بل بسبب هذه النخبة التي أخذت قرارات خاطئة في الماضي وتسببت في نشر الكثير من السموم وإحداث الكثير من المشاكل في طبقة الأوزون. هي بسبب كل قراراتهم الخاطئة الإيكولوجية الخاطئة في الماضي إحنا اليوم ندفع هذا الثمن، ومش مضطرين في الحقيقة لدفعه، ولكن سيجبروننا على ذلك. ولذلك سيزداد الشرخ بين الناس الواعيين والناس الماديين للأسف الشديد. إذا حبيتوا زيدوا تفهموا شوية على الشيء اللي نقول فيه، فيكم تشوفوا الشيء اللي قالوا، فيكم تشوفوا الشيء اللي قالوا أدولف شتاينر. هذا شتاينر تنكتب STEINER، شتاينر هو ألماني. أدولف شتاينر هذا في 1917، نعرفش علاش جاتني هذه 2017 باه. قلت هذا الرجل في خضم الحرب العالمية قال أنه راح يجي وقت سيتم إخضاع الإنسان بواسطة الدواء. يعني هو أسس حركة، في الحقيقة هو أسس حركة اسمها معرفة الإنسان من الداخل أو علوم الروح، وعنده الكثير من المحاضرات فيكم تشوفوها، يعني خاصة الناس اللي تعرف الألمانية عمل الكثير من المحاضرات، أكثر من 6000 محاضرة، وعلم الكثير من البشر آنذاك يتعرفوا على أرواحهم ويلتقوا بأجسادهم الأثيرية وبالقوة الذكية اللي فيهم، ويتخلوا عن الخوف كوسيلة تعذيب أو كوسيلة ترهيب وإخضاع. قلت هذا الرجل هذا قال هذاك الوقت في 1917 قال أنه نحن ضحايا، أو نحن تحت سيطرة، كالرجل متبصر، مش مبصر لا متبصر، يعني عنده سوبرامونتال عالي جدا جدا. يعني قال نحن واقعنا تحت سيطرة حركة الشر والظلام، أو قادة تحت سيطرة قادة حركة الشر والظلام، وما يفعلونه اليوم، كان يحكي على تاريخه هو، على وقته هو، قال ما يفعلونه اليوم ستكون له نتائج كثيرة في المستقبل على مدى 3 أو 4 قرون. هذاك الوقت قالها، وكلامه صحيح. يعني احنا رجعنا لنفس الظروف سنة 2021. قال فيما قاله، يعني نحن نلخص لكم لأنه الترجمة اللي عملوها له، لأن أنا لا أعرف الألمانية، فقدت الكلام بالفرنسي،
ترجمة اللي عملوها ترجمة شوي ركيكة. قال قال سيخضع سيخضع الإنسان إلى دواء إلى أدوية إلى أدوية سوري إلى أدوية تنفصل بواسطتها أجسادهم الأثرية عن أجسامهم. يعني لاحظوا سأشرح لك وش اللي حب يقوله بعد ما نكمل الكلام. قال في المستقبل الأطباء الماديون راح يلقحوا الأطفال مثل ما يلقحوهم اليوم ضد الأمراض المعدية. قال راح يلقحوا الأطفال والناس بمادة منتجة بصورة دقيقة حتى الناس يتجنبوا جنون الحياة الروحية. بهذا اللقاح سينفصل الجسد الأثيري عن الجسم وستصبح علاقة الإنسان بالكون مضطربة جدا، ويصبح البشر مثل الأوتومات يعني مثل الروبوت، لا يقدر الارتقاء إلى روحه أبدا. هذا الكلام قالوه 1917 يا جماعة، 1917، وهذا هو الكلام اللي احنا نعيشه اليوم، نفس الكلام. حتى ما نطولش عليكم في الموضوع، حاولوا تبحثوا عليه، انا اعطيتكم اسم للبحث، بحثوا عليه وقراوا كلامه وراح تفهموا الشيء اللي حبيت نقوله للحركه المونديالية. بصوره عامه 2022 راح تكون اكثر رأفه بين من 2019 و2021. المفاهيم العامه المسيطره على العام المقبل هي الحب والتناغم والجمال. الحب نقصد به انتصار كل العلاقات، انتصار كل العلاقات مهما كان نوعها اللي فيها حب صادق، اوكي. وهذا يعني انه كل العلاقات الزائفة بين البشر ستسقط، هكذا تسقط اوتوماتيكيا. وهذا يعني كذلك انه الناس اللي كانت في علاقات كارمية في الماضي في 2022 عندها أمل كبير أنه علاقتها يا إما تتحسن يا إما تنقطع، يعني يا إما تستريح من الكارما يا إما تتخلص تخرج من الدائرة الكارمية. الجمال نقصد به ظهور جمال الكائن الروحاني ببصيرته وعلمه وتصاعد الوعي عنده بصورة متسارعة سريعة جدا. رح توجدوا انه العام الجاي رح تنتبهوا انتو كاشخاص واعيين انه فيه الكثير من الناس اللي صارت تلتفت الى الوعي، صارت تلتفت الى انتقال المعلومة، الى التطور بارواحهم، الى التطور باشخاصهم. التناغم نقصد به التزاوج او التناغم اللي يحصل بين الطاقات القمرية مع الكون بحكم التناغم الطاقي بينهم وبين الكون. يعني هم كل الطاقات القمرية راح توجد روحها في العام الجاي، كل الطاقات اليين راح توجد روحها في العام الجاي لأنه طاقة السنة قمرية. فبالتالي وهذا من هنا جاءت نبوءتي لكم المرة الماضية أنه راح يصير فيه اتحاد الكثير من توائم الشعلة وتوائم الروح لأنه طاقتهم راح ترتفع. ولما تعلى طاقتهم راي سيتذبذبون، يفون فيبري avec l'univers، سيتذبذبون مع الارواح الاخرى التي تشبههم، يعني يفون سابروشي راح يتقربوا كثيرا. سوري يا جماعه صوتي راح. سيتقربون قلت كثيرا من الاشخاص أو من الأرواح التي تشبههم مثيلاتهم يعني. فلذلك في نسبة كثيرة من توائم الشعلة اللي راح تتحد في 2022 بسبب الرقم أولا الرقم الإلهي، لأنه ستة قلت لكم داخل في إطار أرقام السر الأعظم أو السر الكون. ثانيا بسبب ارتفاع الطاقة الين أو الطاقة القمرية اللي تجعل من الوعي أعلى
عند هذه الطاقات واللي تجعلهم يقتربوا أكثر من الناس اللي تشبه لهم من حيث البصمة الروحية. بالنسبة الآن شوفوا الطاقات اون جينيرال، يعني بسرعة عامة راح نعطيكم صورة ملخصة هكذا على الطاقات بسرعة عامة هذه السنة، طاقات شمسية وطاقات قمرية. راح نبدأ بالطاقات الشمسية. سنة 2022 هي سنة الشطار بالنسبة لهذا الناس، يعني الناس تقتهم يانغ. ماذا يعني ذلك وماذا أقصد؟ أقصد أن الناس اللي عملت واجباتها بصورة جيدة في السنوات الماضية، ثلاث سنوات الماضية، ولحقت السنة الجديدة هذه وهم ما عندهمش باجاج، يعني ما عندهمش كارما يجروها من وراءهم، هذا الناس راح ينطلقوا. ستشهد هذه السنة انطلاقة لكل الناس اللي ما عندهمش كارما واللي طاقتهم يانغ، اوكي، لانهم طاقات اليانغ تقريبا يعانيوا منذ 6 سنوات، يعانيوا منذ بداية 2017. الناس هذه او الناس اللي ما عندهاش كارما راح تكون عندها بدايات جديدة كثيرة، خاصة البدايات المهنية. أما الناس اللي تعاني من الكارما للأسف ممكن في احتمال أنها تتخلص منها في الكسوف، لأنه في كسوف خلال السنة، ولكن في احتمال كذلك آخر أنها تزيد تجر هذه الكارما لسنوات أخرى. لذلك ضروري يا جماعة أنكم تنظفوا قلوبكم من كل الشرور، وتنظفوا علاقاتكم من كل السموم قبل ما تدخلوا في العام الجديد، حتى تحضروا أنفسكم لدخول الطاقة على أجسامكم. فإذا اللي تعلم دروسه السنوات الماضية طاقات اليانغ، هذه فرصته للبداية الموفقة. رقم السنة بالنسبة لكم للطاقات اليانغ هو رقم التنقل والسفر أو الهجرة إلى آخره. يعني لاني بيرسونيل بوغ لي زينيرجي هادوما يانغ، سيت اون اني دو فواياج دو شانجمون. العام هو عام تغيير بالنسبة لكم، هي سنة الفرص كذلك لمن ينتهزها. على المستوى الاجتماعي راح تكونوا في علاقات كثيرة، كل هذا أهداف إدارية، يعني راح تركزوا أكثر على وثائق وأمور إدارية مهنية أكثر من تركيزكم على أسركم، أو من على أكثر من تركيزكم في العلاقات الاجتماعية أو العائلية. وكما قلت لكم أنا نقرأ طاقات فقط، أنا ما عندي حتى علاقة بالفلك وما يهمنيش كثير، يعني مانيش من الأشخاص اللي يستهويهم على الفلك. أنا كتبت رسائل طاقية فقط للشي اللي أنا التقطته من طاقة الكون فقط. طيب ماليا أنتم، يعني أنتم ملوك المال هذه السنة في 2022، يعني الطاقات الشمسية اللي تفتح مشاريع راح تنجح، واللي تعمل راح تستقر في عملها وتثبت في عملها، واللي تبحث على ترقية راح تترقى. على العموم انتو متعودين يعني على تحقيق النجاحات المهنية، اوكي، وكذلك حبيت نقول انه بالنسبة للمال ما فيش معاكسات كونية، فاللي عنده مثلا مشكلة عالقة، مشكلة ميراث عالقة، يفتحها سنة 2022 سينجح فيها. يعني أي واحد منكم عنده دين عالق أو مشكلة مالية عالقة، أنا ننصحكم أنكم تعودوا تفتحوها في سنة 2022، راح ينجح الأمر. أوكي؟ صحيا معظم أمراضكم في هذه السنة ستكون نفسية أو ذات أصل نفسي،
يعني مش راح تمرضوا مثلا بأمراض فيزيولوجية أو فيزيائية واضحة، قال أصبت بمرض كذا أو أصبت بمرض كذا، لا، راح تكون عندكم آلام نفسية أو آلام فيزيائية ذات أصل نفسي أو آلام نفسية ببساطة مباشرة، يعني عاطفيا انتو تحبوا هذا الجزء، انا عارف عاطفيا راح ترتاحوا، راح يرتاحوا كل اصحاب هذه الطاقات، يعني كل اللي زينرجي سولير راح يرتاحوا، لانه قلت لكم طاقة 2022 هي طاقة انثوية، فالطاقات اليين هم اللي راح شوية تتخلط امورهم، انتو راح تكونوا في حالة من السلام، سواء اللي عندها علاقة واللي ما عندهاش علاقة، كلكم راح تعيشوا حالة من الراحة والسعادة إذا كنتوا في علاقة، يعني فيه فرص كثيرة في هذه السنة أنكم تأسسوا لعلاقات ناجحة جدا، ممكن ترمموا علاقة موجودة أو تبدأوا علاقة جديدة، وحتى الناس اللي كانت عايشة علاقات صعبة وتبدو مستحيلة، يعني مستحيل الحل فيها، راح تجيكم حلول هكذا من السماء، حلول خرافية، فطمنوا من هذا الجهة. والناس اللي كانت عايشة في علاقات سامة راح تتخلص منها، طاقات شمسية اللي كانت عايشة في علاقات سامة راح تتخلص منها، كل علاقاتكم راح ستفرز، يعني هكذا فرز، كل شيء راح يترتب، كل شيء كل علاقة ستترتب بما فيها وبما ينتج عنها، فالعلاقات المستمرة الباردة راح تتحسن أو ستشتعل من جديد، والعلاقات المهدمة قد ترمم، ونقول قد على حساب الناس، قلت لكم الناس اللي عندهم كارما مازال يزيدوا يجروها، الناس ما عندهمش كارما هم اللي راح تحصل معهم كل هذه الفرص الجميلة أو هذه المفاجآت الجميلة. فإذا علاقة قلت قديمة ترمم أو علاقة جديدة ستنجح، المهم أنكم سترتاحوا من كل الصعوبات في الحياة العاطفية. بالنسبة للطاقات القمرية سنة 2022 هي سنة تناغم وسنة مهنية بامتياز، يعني هي سنة تحقيق الكثير من الإنجازات المهنية، ليس هناك مجال كبير للعاطفة بالنسبة لهذه الطاقات. مثل ما تعرفوا الطاقة الأنثوية ترمز إلى تنقل المعلومة والذكاء الاجتماعي والكلام و لأنه فيها طاقة الهواء كذلك، ولأنه طاقة العام 2022 هي طاقة أنثوية، فهذه السنة مناسبة جداً للطاقات الين أو للطاقات القمرية، مناسبة لهم لتفجير مواهبهم، اللي يبحث عن عمل راح يلقى عمل، اللي يبحث عن ترقية كذلك راح يحصل عليها، واللي يبحث عن الشهرة كذلك راح يحصل عليها، كل واحد فيكم يحاول يركز على أهدافه ويبدأ يخطط لها بتنظيم وهدوء، حاولوا فقط تقتصدوا طاقتكم وتبقوا مركزين، هذه النصيحة اللي نقدمها لكم، فقط حاولوا تقتصدوا طاقتكم وتبقوا مركزين في فترات كسوف القمر يا جماعة، ضروري حتى الطاقات يعني الأخرى، حاولوا تلاحظوا ما هي التغيرات اللي تحصل لكم، حتى طاقات شمسية حاولوا تعرفوا أو تشوفوا ما هي التغيرات اللي تحصل لكم لما يحصل كسوف القمر، وتفاداوا الوقوع في التعثرات، مثلا انه الشخص يشد عليكم عثرة او خطأ او كلام او في العمل. اوكي، على المستوى الاجتماعي بالنسبة للطاقات الين في تغيرات عائلية كثيرة، ومش راح في الحقيقة مش راح تبكوا على اي صعوبة او اي عائق تركتوه، يعني راح يكون عندكم نوع من التخلي ونوع من السلام، حين تعيشوا فترات سلام رهيبة خلال السنة،
رح ستتركون كل ما ينغص عليكم حياتكم اجتماعيا، ومش رح تبكوا عليه، يعني مش رح تبقوا في الحزن و و و و يغاين إن رح يكون هناك أمان اجتماعي وسلام داخلي كبير جدا. سترحلون عن كل العلاقات السلبية، هيكون عندكم تنظيف شامل، ان غوميناج تنظيف شامل. سترحلون عن كل العلاقات السلبية بصورة حازمة، لأن طاقتكم رح تكون عالية في معظم أطوار السنة. ما فيش فترات رح تكون طاقتكم نازلة إلا فترة الكسوف القمر، وهذه فترة رح تدوم تقريبا لدي 3 أو 4 أسابيع، يعني توابعها، مش فترة الكسوف رح تدوم كل هذا الوقت، لا، توابع هذه الفترة. ماليا رح تكون فيها عندكم وفرة نتيجة الفرص المهنية اللي رح تصير عندكم في هذه السنة، يعني رح يصير عندكم أموال، ولكن في نفس الوقت رح يكون عندكم مصاريف كثيرة. يعني ما هي طاقتكم العالية تجعل منكم تعيشوا في حالة من السعادة، وتكون مصاريفكم أو متطلباتكم المادية متلازمة أو متوافقة مع حالة السعادة اللي تكونوا تعيشوا فيها. يعني رح تحصلوا على المال وتنفقونه في نفس الوقت تقريبا. يعني احذروا إذن من تعاملاتكم المالية، وحاولوا تقتصدوا بعض الشيء، رغم أنه الأمر صعب بالنسبة لي أني نحكي كأني نحكي على نفسي. صحيا معظم أمراضكم راح تكون فيزيائية بحتة، فيزيائية بحتة، ما فيش مرض نفسي سنة 2022، ما فيش خوف، ما فيش حزن، ما في ولا مرض نفسي، كل أمراضكم راح تكون فيزيك بحتة. يعني لا أدري، تاكلي مثلا لا أدري شيء معين، تعملي لأدري تسمم، توجعك معدتك، يوجعك راسك لأنك سمعتي أصوات كثيرة، أو لأنك حضرتي لأدري أنا المغني مع مجموعة كبيرة من البشر. مهم، كل أمراضكم، كل حالاتكم المرضية راح تكون فيزيائية بحتة، ليست هناك أمراض ذات أصل نفسي. عاطفيا، طاقات القمرية التي لم تحسم يا جماعة، الطاقات القمرية التي لم تحسم في نهاية 2021 راح تحسم في 6 أشهر الأولى في 2022. يعني الناس اللي اكتشفت أشياء وسكتت أو أجلت القرار أو هذوما الناس راح يحسموا قراراتهم بصورة نهائية في 6 أشهر الأولى من السنة. والحاسم هنا نقصد به أنه علاقة مريضة يا نعدلوها يا نقطعها ببساطة. يعني كل الطاقات اللي نحن يفكروا بهالطريقة، لما نقول يفكروا يعني الانتويسيون أو حدسهم أو مسارهم الروحي رح يصير بهذا الشكل. أنا في علاقة جيدة سأبقى فيها، أنا في علاقة مريضة سأقطعها. حيولي عندكم واحد الرؤية واضحة، يعني حيولي عندكم تجلي لكل ما تريدون أن تقومون به، like واحدة شيء مر آخر شيء مر آخر، ما فيش تأخرات، ما فيش تأجيلات في حياتكم، ما فيش تعثرات، ما فيش ترددات، كل شيء راح يصير واضح واضح أمامك، أنه مثلا هذا الشخص كذا وهذه الشخصية كذا، وهذا العمل مربح وهذا مش مربح، وهذا المشروع مليح وهذا مش مليح، توفايت فيكسي، كل شيء راح يكون فيكس واضح بالنسبة للناس اللي تشتغل أو تحب توضح أمور حياتها، ما تبقاش في العتمة، ما تبقاش في الظلام. أنا لا أتحدث عن السلبيين يا جماعة، أنا أتحدث عن الطاقات الواعية، أنا لا أتحدث عن الطاقات السلبية المترددة المظلمة اللي حياتها تقدر تعدي لا أدري أنا 12 سنة ولا 20 سنة من حياتها دون أن تعمل شيء. هذوك مش في مجال حديثي اليوم، أنا أتكلم عن الناس العادية بالنسبة لي.
العلاقات التي ستستمر بالنسبة للطاقات اليين هي العلاقات المستقرة. وش معنى ذلك؟ علاقة مستقرة تحقق لليين أمان عاطفي رح تستمر، علاقة غير مستقرة تحقق له اضطراب عاطفي رح يقطعها. ببساطة رح تولي عنده، رح يولي ملك سيوف. اليين في 2022 رح يصبح ملك سيوف يقطع. الناس اللي مش في علاقة من الطاقات القمرية رح تتعرفوا بأشخاص مناسبين جدا متناغمين معاكم طاقيا، يعني سي فوغ بوسيبل، من الممكن جدا انكم تتعرفوا على طاقاتيين مثلكم وتحبوهم وتتناغموا معاهم، يعني لأنه الطاقة الحالية الجميلة هذه اللي رح تكونوا فيها رح ترفع ذبذباتكم وستجذبوا إليكم، أنتم ستجذبون إليكم الشخص اللي من نفس الرينج، دونك يوغا دي كوريسبوندونس، رح يصير فيه توافقات كثيرة عند الطاقات اليين. أوكي، أعتقد أني قلت كل شيء تقريبا، كل رسائلي فيما يخص هذه السنة. سأتمنى للجميع سنة موفقة وجميلة جدا، وفي حقيقة أنا متفائلة بها، يعني متفائلة وطاقتي جميلة جدا، وأشعر أنه راح تكون في انفراجات كبيرة وزيادة في الوعي، وهذا ما يسعدني. تحياتي، سلامات.